ماذا ستفعل في قبرك طوال 100,000 سنة تقريبا؟ ألقى الدكتور مصطفى محمود هذا التساؤل في إحدى كتاباته، ورد عن هذا التساؤل بقوله: سأعطيكم طريقة نفعت معي كثيرا، وأصبحت أركز في عبادتي أكثر. القبر مخيف طبعا لغير الصالحين، فكرت في ذلك وأنا الآن عمري 54 سنة وكاره للدنيا وما فيها. طيب ماذا سأعمل عندما أسكن بالقبر 100,000 سنة وحدي؟ عمرك تخيلت؟ لذلك بدأت أعمل كالتالي: أنا سأموت وعندي قبر فارغ أسود مظلم تماما، هذا القبر إذن بحاجة للأثاث. فصرت أتخيل كل استغفار أستغفره وكأني أرسله إلى قبري ينتظرني هناك لكي يؤنس وحدتي. والله لا أمزح، بدأت بعملية أثاث كامل. زاوية القبر هذه أملأها بالآلاف من التسبيحات، هنا من عندي رأسي 300 ختمة قرآن على الأقل، كل ركعة أركعها أتخيل أني أضعها رصيدا بالقبر. الكل سيتركني ويعود إلى البيت، سأظل وحدي قد يكون 1,000,000 سنة. إذن بحاجة لأنوار وغابات، بحاجة أن يكون قبري فعلا جنة. أتخيل الحوقلة والذكر والقرآن والتشهد والصدقة كلهم حولي هناك نضحك ونتكلم.